وعدنا معكم المشاهدين لمتابعة حلقة الليلة من كلام في سرك. ومين قال إنه الاحتفالات لازم لها ميزانية كبيرة؟ مع خبيرة الطهي والتدبير المنزلي بسمة السباعي رح تتأكدوا من العكس. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك بسمة، ينعاد عليك وأنت كمان. ميرسي ميرسي. شو بذكرك هيدا العيد؟ تحسي فيه بهجة كده وفرحة وتفاؤل وأمل، عارفة لون الوردة والبهجة والربيع فبتدي إحساس بالتفاؤل والأمل. أنت وصغيرة كنت عاملة إيه في النهاردة؟ كنا ملون البيض كالعادة، يعني الحس الفني كان موجود عند بسمة هي صغيرة؟ أنا من وأنا صغيرة الحس الفني ده في الرسم، كنا دايما نرسم، الموضوع كان مرتبط قوي عندنا بالرسم وطبعا والمدرسة ولوحات وحاجات وإيه يدل على الربيع، فأنا بحب الرسم من وأنا صغيرة. على كل حال هيدا الشيء نمى وكبر عندك والموهبه تحولت حتى الى احتراف. هو كان حلو من خلال بقى حقيقه يعني. صح. اليوم بدنا نحضر هيك بعض القصص اللذيذه اللي بتكون على الطاوله اذا بدك او على سفره العيد بشكل مختلف وجديد وطريقه سهله، بس الاهم ما بدها ميزانيه كبيره. لا، ميزانيه بسيطه. طيب هلا بدي اخبركم شغلي، انا هيدي اللي شايفينها قدامي شيء ما كنت صدق انه حدا بالحياه ممكن يعملها بهيدا الشكل، لانه اشكال الورود فيني فرجين على الكاميرا نشوفهم مع هيدا من البسكت عم نشوفها، هي شكل الورده، ورده عباد الشمس او دوار الشمس. مش معقوله شو حلوه. طيب ما بعرف هيدا كيف انسان ممكن يعملها، بدها فن ايه ولا حيلا؟ لا بالعكس، بطريقه بسيطه خالص وسهله. دي كانها عارفه زي النجيله كده بتاعه الجنينه وعليها كانه البيض خلاص، بس من الحلوه بتاعه الاطفال ملونه. وهيدا كمان بسكوت هيتبقى اكيد من باقي التزيين، فممكن ازينه كانها روزيتا كده من الكريمه كانها ورده طالع منها فرع شجره وعليها بومبوني صغير. صح. انا تليت حالي كريمه. كليها بقى. مضطره مجبوره، ما تفهميني غلط يعني. احنا اليوم بدنا نعلمهم كيف بيقدروا يحضرون بالبيت بطريقه سهله. اي مقادير كوب كيك موجود عندنا او اي شكل كوب كيك. طب انا رح دوقها هيدي. اوكي. خلاص. بجيب عندي كريم شانتيه، كريم شانتيه عادي خالص ما فيهوش اي حاجه، بس هنلون جزء بالاصفر وجزء بالاخضر. خلاص. هاخد هنا كده قطعه صغيره خالص. هجيب اي بسكوت شوكولاته عندي، هبتدي ان انا هيدا معروف هيدا النوع من البسكوت معروف اكيد طبعا. هثبتها عندي هنا كده في النص خلاص، وهجيب كده بالكيس الحلواني، والحاجات دي برده متوفره جدا عند محلات خامات الحلويات. بصوا بعمل بخرج بس لبره، بتدي ايحاء بالورقه بتاعه الورده. اوكي اهي بالشكل ده كده. حلو. خلاص سهله وبسيطه. ناخد بقى لون الاخضر كانها ورق الشجر، فهبتدي ما بين كل ورقتين صفرة كده اطلع كده بتطش خفيف كده من الاخضر يكسر معايا اللون. لا بتعرفي انت عم تعمليها حسيتها اسهل؟ هي سهله وبسيطه جدا على فكره، ما هي فيهاش اي يعني. انا قلت ليه الشكل ده، لان هي حاجه بسيطه وهتدي تشجيع للناس ان هم يعملوها. اوكي. بجيب كده من عجينه السكر بعمل ليدز بيرد اهي خلاص باللون الاحمر والاسود. هي في منها خالصه اذا بدنا نشتريها ولا لازم انت تعمليها؟ لا نعملها. هيدا لازم نعمل. هيدا ما في. لا. طب وكيف بتلونيهم الكريم؟ بجيب على كل مثلا كوبايه كريم شانتيه نقطه من اللون، الوان غذائيه. اوكي. خلاص مصرح بيها، مش اي الوان. هبتدي هنا ان انا اجيب شكل تاني، بس شكل تاني من القمع ده اهو، لو نشوفه هو يعني في فتحات كده صغيره. هبتدي ان انا اعمل كده واطلع كده ايه اللي فوق كده شويه، تدي ايحاء بالتاتش النجيله شويه. هلا فهمت كيف. اهي بملى اي فراغات عندي. تمام. وبجيب بقى اي حلوى ملونه كده، هي بتاعه الاطفال بومبو، بقت بالشكل ده. ممكن كمان هم الاطفال هم اللي يقعدوا يعملوها فبتبقى لذيذه قوي وبسيطه ليهم. اهي بالشكل ده كده. اوكي. حطها هنا وبتطلع كمان كانه مثل بيض العيد. بالظبط. يعني هيدا النوع من البومبو. سهله ولا صعبه؟ لا سهله. سهله صح؟ بس ما بعرف وقت التطبيق يعني بفتكر بتختلف. بس الفكره سهله. بصي عندنا هنا دي شكل البسكوته اللي احنا كنا عاملينها اهي. بجيب كده باخد كده روزيت. هيدا اعملي لي اياها لمروان. اوكي. هيدا خصوصي لانه انا اكلت ما لي قلب، ضميري ما طوعني اكل لحال الاشياء الطيبه. لا وناخد هنا كده شكل ورقه الشجر. مثل ما حطيتيها. وناخد كده بونبونيه ايه، ممكن ناخدها لونها احمر او بينك كده علشان تكسر شويه. حلو. هيدي الورده لك مروان تاخدها. هيدي لك. ايوه خلتيني اخد اصغر واحده، انا عايز حاجات من الكبيره. يا شفت الطمع؟ بس
فكرت فيه، فكرت فيه وبرضه فكرت فيه بأزهر واحدة بس يلا مش مشكلة. أنا أكلت زيها. ميرسي ليكي برضه. إخ آخر مرة موت من الجوع. أوكي هيدا بالنسبة للحلويات. عايزين نغير مفهوم الرنجة. إحنا بناكل رنجة ومعاها إيه؟ معاها بصل طماطم يعني ده كالعادة. طيب إحنا عايزين نغير مفهومها شوية. هنعمل إيه؟ هنعمل موس الرنجة. موس الرنجة ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نص كيلو رنجة. نص كيلو رنجة ده بيكون مخلي خالص. ببتدي إن أنا أطحنه مع نص كوباية طحينة ومعلقتين من الزيت وعصير ليمونة. بدنا نعيد المقادير شوي شوي. نص كيلو رنجة. أوكي. نحن تيطلع عنا هيدا المزبوط. اللي هو ده. أوكي. لحتى نوصل بهيدا المزيج من الرنجة نعمل إيه؟ نص كيلو من الرنجة المخلية. أوكي. بحطها في الكبة عندي أو فود بروسيسور وبحط معها نص كوباية من الطحينة ومعلقتين من الزيت وعندي عصير ليمونة ومعلقة خل وهنحط حوالي معلقتين شبت ومعلقتين بقدونس بحاول أدخل بقى فيها خضروات شوية. بحط كمان معاها ثمرة فلفل أخضر. أوكي. كل ده بيتطحن مع بعض ناعم خالص بيبقى بوري عندي بالشكل ده اصلا طعمه رائع. طعمها مختلف خالص. اوكي اوكي ببتدي بقى اعمل ايه بقى عندي هنا توست اسمر. هو النهارده الفكره ان هي هنعملها برده مرتبطه بعيد الربيع والورد فهنعمل تورته من التوست والرنجه بالخضروات بالورد بتاع الخضروات. اوكي تمام. انا هجيب عندي هنا انا بدي اطلع مثل الكيك يعني منظر كيك بالظبط. عندي هنا توست اسمر خلاص اللي حابب يعني الطري. انا برجح اسمر اكتر اهو بالشكل ده كده اسمر صحة اكتر وفايبر اكتر بالظبط وفي فايبر اكتر بالظبط وفي كمان اللي بيبقى فيه سبع حبوب. اوكي اوكي وهبتدي عندي هيدا المخلوط اللي قلنا عنه للرنجة انا هاخد بقى جزء هنا ده منه هبتدي ان انا اوزعها عندي فوق التوست. يبقى دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن رنجه وعباره عن طحينه وشبت وبقدونس وعصير ليمون ومعلقتين من الزيت. اوكي بطحنهم كلهم ناعم بالشكل ده. التوبنج بقى اللي انا هغطي بيه التورته كلها عباره عن كوبايه من المايونيز وكوبايه من الساور كريم او ممكن ساور كريم بس او ممكن مايونيز بس. اوكي تمام. اذا عم نشوف هلا كيف عم بتمديها انا بحاول بس اوزعها اهو بالشكل ده كده خلاص على كل الاطراف. نقطة مهمة جدا ان انا لازم لما اجي اولا هي رنجة يعني أأمن حاجة في الاسماك المملحة دي بس مهم قوي ان انا اختارها تكون لونها ذهبي فاتح تكون جلدها مشدود مش دبلانة تكون فيها لمعة. اوكي علشان اتخلص مني اولا اجيبها ملح خفيف او عدمة ما يكون الاملاح قوية فيها بالظبط. علشان بقى طيب اتخلص انا من الاملاح الزيادة دي هعمل ايه او علشان تكون كمان بشكل سليم اكتر وأأمن اكتر تنقعي يعني؟ لا مش هننقعها بقى هنجيب مية مغلية وهي المية بتغلي انا بنزل بيها في الرنجة ثانية بس يعني على كل جنب وبرفعها تاني اوكي بتمتص اي املاح زيادة داخل الرنجة دي وكمان شبه تعقيم للرنجة اوكي بتبقى امان اكتر واضمن اكتر. انا كده حطيت طبقة تانية من التوست وببتدي ان انا افرد طبقة تانية من الرنجة يعني هيدا موس الرنجة خلينا نقول موس الرنجة بالظبط موس الرنجة اللي عم تستخدميه ضربة هنا معاها او طحنة معاها بصل اخضر طبعا البصل ده يعني مضاد حيوي طبيعي انا بنصح بيه دايما مع الاسماك دي خلاص بنصح كمان بالمشروبات الدافية زي اليانسون زي النعناع زي الشاي الاخضر دي نقطة مهمة جدا مع الاكلات دي او ان احنا بقى مش عايزين نشرب حاجة دافية فممكن اعمل حاجة فريش من عصير الكيوي والاناناس اوكي او كيوي ونعناع او اناناس ونعناع فبيكون مشروب هايل جدا وكمان منقي للجسم. ثلاث طبقات مثل ما عم نشوف موس الرنجة موس الرنجة حطيت الموس على طبقتين اذا فينا نقول وما كترت كثير الكميه صح مليتيها طبعا يطلع كثير دلع وقوي لا لا مش أوكي. كتير خلاص بس انا اقدر هلا بدك تقطعيها لا هنعمل دلوقتي بقى هنشيل بس الحاجات دي كده ده كده احنا مش عايزينه هبتدي انا اغطي التوبنج ده عباره عن قلنا كوبايه من المايونيز خلاص كوبايه مايونيز من الساور كريم اوكي وببتدي ان انا اخد كده ايه جزء هنا كانه تورته ايه صح بالظبط هي كانها تورته فعلا ابتدي ان انا اغطي هنا كده اهي الوش عندي وكمان هنغطي كمان الاطراف الجوانب بالظبط كده اهي وهلا اكيد بدك تزينيه هنزينها بقى بخضروات بورد من الطماطم ومن الخضار زي الخيار وزي الجزر اوكي والبقدونس والزعتر يعني بدخل كمان خضروات مع
الطبق ده، بعتمدش على الرنجة بس، ومش بعتمد على الملوحة بتاعت الرنجة بس. هيدا ما فينا نعتبره طبق رئيسي بس، ما ولا من المقبلات يعني أكتر؟ والله بصي حسب كل عيلة ما بتكون متعودة على ايه. طبعا في ناس كتير مش هتعتبرها طبق رئيسي خالص. تقلك لا ده ما يكفيش. بالظبط. يعني هنتعشى ايه بقى هلا دقك؟ بس هنتعشى ايه يعني؟ هناكل ايه بقى في الاخر؟ طيب فاهو بصي انا هنا ببتدي ان انا اغطي اهي الجوانب بالشكل ده كده اهي، ممتاز. جميع الجوانب. ليه بقى؟ لان انا هعمل على الجوانب دي بقدونس خلاص او اي خضروات انا حباها، فإلا هيمسك عندي الخضار ده لازم تكون حاجه كده كريميه. اوكي خلينا نرجع نذكر بس بالمقادير. اوكي هنقول نص كيلو من الرنجة خلاص مخلية من الشوك بتاعها ومن الجلد كمان، تمام. هنحط معاها عصير ليمونة، نص كوباية من الطحينة، نحط معلقتين من الشبت ومعلقتين من البقدونس، وهنحط كمان ثمرة فلفل أخضر وثمرة بصل أخضر. اوكي تطلع لنا موس، موس الرنجة اللي عبيناها ممكن بنفس الطريقة مع التونة. كمان ممكن للتونه. بس انضف بس هنا الطبق ده عندي. اوكي بنرجع بنذكر المايونيز اللي شايفينه، هو مش كريمه، هو مايونيز. مايونيز مع الساور كريم. اوكي مع الساور كريم. وهلا بقى بيجي دور التزيين. دور التزيين بالظبط كده. هلا ما بعرف هيدا دايما بحس عمليه صعبه، فكره تزين بالطماطم يعني تعملي شكل وردي لا خالص، احنا لو عندنا بس وقت في الاخر هنشوف ممكن نعمل ازاي ورده الخيار. بس انا بجيب هنا عندي بقدونس. اوكي اوكي بحاول هنا املى هنا الاطراف اهي بتاعه التورته بتاعتي او التوست اللي عندي. مثل ما قلنا المايونيز ضروري لحتى تمسك الخضار عليه. بالظبط كده. ممكن كمان على فكره اعملها على شكل ميني بقى لو عايزينها بقى كمقبلات فعلا. شكل ميني كده شبه الكنابيه شويه. اوكي فبتبقى على صغير اهي، بحاول كل الاطراف. طبعا هو في الاخر هنقول ان التزيين دايما ده بيكون اذواق، حسب انا عايزه ازينها بايه. ممكن ازينها مثلا بشرايح خيار او ليمون من الجوانب، مش شرط بقدونس. بس انا بشوف دايما البقدونس كمان من الحاجات المهمه جدا، كمان انا ممكن اشربها كمشروب دافي بعد الاكله دي في شم النسيم خلاص، هي من الحاجات اللي هي يعني قويه جدا فيتامين سي، وكمان بتعلي المناعه قوي. طب بسمه الاكلات كتير قاسيه بهيدا النهار تحديدا، كان بالنسبه للفسيخ وبالنسبه للبصل، شو فينا ناخد اشياء حتى نشيل الروائح المزعجه اللي بتطلع بالتم؟ هيبقى بقدونس، ناكل بقدونس نمضغ يعني. بالظبط بقدونس خلاص، او نعناع. اوكي دي اقوى الحاجات. والشاي الاخضر، الشاي الاخضر على فكره بيضيع الروائح دي. اوكي بصي انا هنا بشيل شويه ايه، بحاول انضف الطبق. هبتدي ان انا اجيب هنا عندي الطماطم، ورده كده من الطماطم، ورده من الخيار. اوكي ورده من الجزر. ونبتدي نعيد تاني اهي الالوان، ناخد بعض كده. مش مسموح. شو انت شاطره بس مش مقبول. بس مستحيل. طب ايه؟ لا رائع كثير حلو. اوكي اهي خلاص. وناخد ورده كمان طماطم. من الطماطم. ناخد هنا واحده من الخيار. اوكي كان عندنا هنا ممكن ناخد الخس ده. هتزيدي خس عليها. بس ممكن ايه نصغريها شوي. نصغرها شويه. ده اللي هي قلب الخصايه نفسها. اوكي بتحطيها بالنص. بنحطها كده في النص بالشكل ده. حديقه حديقه. وهنا عندي ترنشات من كده من الليمون، جيبها هنا كده على الاطراف. طبعا الليمون اساسي يعني معانا في الاكلات دي، مهمه قوي. صح. فبالشكل ده كده خلاص. البصل بقى انا ممكن ايه نحط واحده هنا. هيدي بتنضاف مع شقفة التوست اللي بتاكليها. بالظبط يعني هو وحظه اللي هيجي مع البصل. لا هني يتقسموا على فكرة. بصي عندي هنا زعتر، مشروب برضو الزعتر من الحاجات الهائلة جدا، هو مضادات أكسدة عالي قوي. بصي طلع هنا كده زي فروع من الزعتر. يعني حاجات بصي بسيطة وتاتشات بسيطة قوي اهي للديكوريشن، بس بتدي شكل. طبعا كل اللي عارف ان انا كنت جايه اعمل تورته رنجه يقول لي تورته رنجه ايه؟ تورته يعني رنجه دي بقى يعني ايه هي بقى دي يا جماعه؟ تورته رنجه الكل سالني وكان مستغرب. اوكي
نحن بنقول لكل اللي عم بتابعونا اذا ما لحقتوا طريقه التحضير رح تنزل هذه الفقره على اليوتيوب، ومن خلالها بيقدروا يرجعوا يشوفوا كيف اشتغلت عليها وشو المقادير بالضبط، حتى للكب كيك كمان اللي وهنا عندنا بصي ده كده شريط ميته اهي، ممكن نحطه هنا كده نكسر اللون الاخضر بتاع البقدونس اهي اللي على الاطراف دي كده، وكده احنا اكلنا رنجة واكلنا كمان معاها كم من الخضروات، وكمان العيش اللي معاها مش عيش ابيض ده كمان توست اسمر فمليان فايبر زي ما قلنا، فمن الحاجات اللي بتدي كمان احساس بالشبع وبتنظف المعده، هي ميزه الفايبر ان هو كمان بيساعد على تنظيف المعده. بعد في شيء بدك تحطي له؟ خلص بعتقد لا كمان. خلاص كده اعطيني بس عايزين نحطه هون صح، بدي اقول لك لحتى نشوفه بطريقه افضل. هيدا الشكل، هيدي بقى تورتة الرنجة، وهيدول الكب كيك اللي اشتغلت عليهم بشكل هيك فيه كتير. انا بس عايزة اوريهم بقى حاجة، بدي اشوف كيف لفيتيها وردة. دي براية موجودة عند اي محل بتاع ادوات منزلية. اوكي. بجيب الخيارة او الجزرة ببتدي ان انا عارفة قلم كأنك بتبري قلم. اوكي اهي كده بتبري قلم عادي خالص وهيطلع في الاخر سن قلم. بتعرفي كانوا من قبل يعملوها بالسكين وياخد وقت. خلاص اهي وطلع قلم برضو في الاخر يعني اهي. ببتدي اخد فين الطرف؟ انا بحب اكل العالم اكل. اول طرف اللي هو اتبرى معايا ببتدي ان انا الفه اهي بالشكل ده كده. بتلفيه على شكل الورده. ما بعملش حاجه غير ان انا بفضل ماشيه اهي مع الورقه نفسها. بس لا فكر على الطماطم اصعب صح ولا لا؟ لا بالعكس الطماطم سهله جدا يعني، اعتقد كل الناس بقت عارفه ازاي ورده الطماطم دي من كتر ما احنا بنعملها كتير، بس ممكن نبقى نعملها في مره او ممكن نعملها دلوقتي لو في وقت اهي. شوف ده هيدي طريقه عندي الورده بتاعه الخيار وبنفس الشكل من الجزر. طيب سريعا فرجينا الطماطم بس ما للي أوكي بس ما بيعرف. مش عارفه السكينه دي هتنفع لا يعني هي تقريبا بتحتاج سكينه رفيعه اكتر. رفيعه وصغيره. بصوا انا باجي هنا من الطرف هنا دي من هنا اهي. اوكي خلاص بفضل كده ماشيه تحت القشره اهي، باخد قشره رفيعه اهي زي ما احنا شايفين، بمشي داير ما يدور حوالين القشره كلها، ما بروحش في اي حته تانية اهي لحد ما اوصل للاخر. هنفترض ان احنا كده وصلنا هنا مثلا للاخر، هبتدي فين اول جزء انا قطعته زي الخياره بالظبط، هبتدي ان انا تلفي الفها بالظبط كده وافضل برضو ماشيه معاها اهي زي ما احنا شايفين كده. حلو خلاص، وفي الاخر بقت عندي تطلع الورده. الورده كتير حلو، يعطيكي الف عافيه. بس سهل ولا بسيط ولا صعب ولا ايه؟ لا بدي احط اليوتيوب احضره كذا مره بيمشي الحال. بس بالمبدا بالمبدا لا سهله هي، بس بدها شويه براكتس. هي الفكره كمان لو في حد جاي لنا ضيوف فيشوف ان الدنيا عندنا مختلفه، يعني ازاي هتتميزي وانت عندك ضيوف الا اذا كنت تعملي دايما حاجه مختلفه وبتقديم مختلف. اوكي خلي سؤال الطعم في الاخر. طبعا وما يكون اذا بدك نقصنا من طعمته او قيمته الغذائيه بل بالعكس اضفنا لها زودناها. صح مروان. انا عايز اشوف موضوع تورته الرنجه. ما هيك انا كمان. انا حطيت السؤال النهارده، ما هي احلى ذكريات عدت عليكم في شم النسيم؟ وجالي كومنتس كتير قوي، الناس عماله بتحكي عن ذكرياتها في شم النسيم. خلينا نحاول نقول بسرعه، يعني مريم بتقول طبعا البيض الملون، وتيتا هي بتوكلني خس وجزر وبنجر، حد جوهره بتقول الخروج طبعا مع اصحابي وقرايبي ولمتنا في الغداء وفي الفطار، دوده صراحه بتقول طبعا الخروج ليله شم النسيم واحلى حاجه كل سنه البريوش انا واولادي، وسماح بتقول اللمه والاكل مع بعض والضحك والهزار. في حد كاتب اسمه انا اهلاوي بيقول احلى حاجه شم النسيم هو فيلم اميره حبي انا اللي هو بيجي دايما لازم في شم النسيم ومعلق معانا كله دايما الفيلم ده. امل يوسف بيقول لما كنا نطلع على البحر وناخد البيض الملون والاكل والعيله كلها. احمد نمير بيقول الزحمه الجامده خاصه في الرجوع من الساحل، وبيسلم علينا بيقول تحياتي الجميله رغده والراقي مروان، وتحيه كبيره لكل العاملين باجمل البرامج المفيده كلام في سرك. وخليني اقول تاني معلومه برضو الناس ما ذكرتهاش في ذكريات شم النسيم،
ان شم النسيم كان ليه ارتباط فني رهيب على مدار تاريخ مصر، ان دايما احلى اغاني يا جماعه انتوا سمعتوها من عبد الحليم حافظ ومن فريد الاطرش كانت دايما في حفلاتهم اللي كانوا بيعملوها ليل شم النسيم، وكانوا دايما بيحضروا اغاني جديده بتنزل في حفله الربيع بتاعتهم اللي هي بتبقى ليله شم النسيم، وتوالت بعد كده كان حفلات اضواء المدينه اللي كان فيها نجوم كبار جدا وقالوا احلى اغاني، فدايما كان دايما الناس بتسهر ليله راس السنه وليله شم النسيم وغالبا بيطبقوا ما بيناموش ويخرجوا الصبح بدري عشان يفطروا. فكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعني يا رب النهارده يكون عدى عليكم كلكم شم نسيم جميل جدا وبدون اي حوادث وبدون اي حد تعب من رسيخ ولا رنجه. لا الكل، وكمان ينعاد عليك مره جديده مروان، شكرا كثير لك ولكل الاشخاص اللي تواصلوا معنا طيله هالحلقه ودائما، وبدي اتشكرك كمان بسمه كل سنه وانت طيبه ويعطيك الف عافيه على كل هالشغل الحلو اللي دائما هيك بتضيفيه لحلقاتنا. إذا مشاهدينا العيد فرصة حتى نتذكر أنه لحظات السعادة نحن اللي بنسمعها، ودايما بنلتقي بالناس اللي بنحبهم بمواعيد مليانة فرح. كل عام ونحن وأنتو بألف خير.